بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم الزراعة، معاكم مهندس أحمد السعيد. موضوعنا النهاردة يا جماعة هنتكلم عن الجبرلين والاستخدام الخاطئ للجبرلين على نبات البطاطس. بعض الأشخاص يا جماعة يقول لك عشان تسرع من عملية الإنبات من درنات البطاطس، رش الجبرلين بنسبة معينة على الدرنات قبل الزراعة وابدأ ازرع النبات، والنبات هيخرج معاك بسرعة جدا فوق سطح التربة، ودي من اخطر المعاملات واللي بتعمل لك مشاكل كبيره جدا يا جماعه على محصول البطاطس، وممكن تدمر لك المحصول قبل ما تبدا تشتغل اصلا. بعد ما بترش يا جماعه الجبرلين على النبات وتزرع الشحفه بتاعتك او بتزرع القطعه بتاعتك او بتزرع الدرنه بتاعتك، بتيجي بعد اسبوع او 10 ايام بالكتير بتلاقي النبات نبت عندك في وسط التربه بالشكل اللي انت شايفه ده. وبعد ما بيحصل الشكل ده يا جماعه انت قدامك حاجه من الاتنين، اما انك انت من الاخر كده تقلع الارض تماما وتبدا ان انت تزرع من جديد، او انك انت تحاول مع النبات وتجيب بعض الناس المختصين المهندسين الزراعيين المختصين وهم بيحاولوا في الوقت ده ان هم يشتغلوا ان الساق دي تبدا تطلع ورق جديد وتطلع افرع جديده عشان يبني لك نبات قوي. وطبعا من العمليات الصعبه جدا يا جماعه وفي الاخر ما بتنجحش، فالافضل ليك لو وصلت للمرحله دي ما تقعدش تنحى كتير مع الزرع وابدأ قلع النبات لو انت فعلا رشيت الجبريليك اسيد بنسبة كبيرة على شحفات البطاطس قبل الزراعة للإسراع في الانبات. فمن البداية يا جماعة ما تحاولش انك انت تستخدم الجبريليك اسيد للإسراع من عملية الانبات خاصة في نبات البطاطس، دي اول نقطة. النقطة الثانية يا جماعة من استخدامات الجبرلين الخاطئة على البطاطس انك انت بتستخدمه بكميات زايدة جدا وبتستخدمه في مرحلة ما بعد تكوين الثمار او في مرحلة صب الدرنات. يعني بعض الاشخاص بتستخدم الجبرلين في مرحلة صب الدرنات او في مع بداية مرحلة تكوين الدرنة، وده بيعمل تشوهات كبيرة جدا يا جماعة، ممكن يعمل لك تشققات في درنات البطاطس، ممكن يعمل لك تشوهات او عيوب خلقية في صدانة البطاطس، ممكن يعمل لك المرض او العرض اللي اسمه السنارة في البطاطس الزبونتا، بتلاقي طرف الحباية يا جماعة مدبب من النهاية وعامل زي الخطاف كده، ده من تأثير هرمون الجبرلين، او ممكن تلاقي بعض حبات البطاطس بتطلع بعض النموات الجانبيه اللي احنا بنقول عليها يا جماعه اللي هو ابو جلامبو، وبعض التشوهات على درنات البطاطس دي يا جماعه بيبقى غالبا من تاثير الجبرلين. كمان يا جماعه الاستخدام الخاطئ للجبرلين زي ما هو بينشط النمو ممكن انت تستخدمه بكميات كبيره جدا، ممكن يوقف لك النبات عند حد معين من النبات مش هيقدر يتحرك معاك او يتحرك معاك ببطء شديد جدا. انا بعرف يعني الى حد ما وصلنا لبعض الاشخاص كانوا بيستخدموا الجبرلين ده يا جماعه بمعدل قرص على ال 20 لتر ميه، يعني تركيز عالي جدا جدا جدا، وده بيدمر محصول البطاطس. وحتى لو في البدايه انت فرحان بالمجموع الخضري، هتيجي وقت التقليع هتزعل قوي لما تلاقي التشوهات، او ممكن ما تلاقيش حتى اعداد بيض جيده على النبات، يعني ممكن تلاقي مجموع خضري كبير جدا وما عندكش ثمار او درنات في منطقه الجذور، فبتخسر المحصول بشكل كبير. فنركز قوي يا جماعه في الموضوع ده، ونحاول ان احنا لو هنستخدم الجبريليك اسيد نستخدمه بالكميات الموصى بيها، ما يزيدش عن 2 قرص لل 200 لتر ميه، وده بيكون في مراحل النمو الخضري الاولى، عشان بس ان انا بساعد النبات ان هو يعمل لي مجموع خضري ويعمل لي تفرعات جانبيه ويعمل لي اسطاله، وده ما يستخدموش لوحده يا جماعه، تستخدمه مع السيتوكاينين والاوكسين، يعني تستخدم الثلاثه مع بعض. وزي ما قلنا يا جماعه في الرشاب بتاعتنا او في الحلقات السابقه، لما تيجي تستخدم الكلام ده يا جماعه استخدم مستخلص طحالب يحتوي على الثلاثه مع بعض، ما تروحش جبريل تجيب جبريلك اسيد لوحده وترشه على النبات هيعمل لك مشاكل. ده كان موضوعنا النهارده يا جماعه عن الجبريل الاسيد واستخدامه الخاطئ على نبات البطاطس، ونركز قوي يا جماعه في النقطه اللي هي بتاع عدم استخدام الجبريلك على الدرنات قبل الزراعه بهدف الاسراع من الانبات. ما تحاولش يا جماعه انك تستخدم جبريلك اسيد او حد يقول لك استخدم جبريلك اسيد بتركيز معين ورشه على الدرنه هيسرع لك من الانبات، لا، سيب النبته يا جماعه وسيب الدرنه او سيب العيون او النبته تطلع على سطح على وش التربه بشكل طبيعي جدا، ما تستعجلهاش، هي الموضوع كله مش هيفرق معاك 5 ايام او 10 ايام دي عندي، انما لو استخدمت الجبريلك وطلع بالمنظر اللي احنا شايفينه ده اعتبر ان حضرتك هتقلع النبات اللي انت زرعه. ده كان موضوعنا النهارده يا جماعه عن الاستخدام الخاطئ للجبريلك اسيد على نبات البطاطس. اتمنى ان اكون قدمت لكم معلومه مفيده، واتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. شكرا لحضراتكم، تحياتي.